السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيب لكم شرح مفصل لحل مشكلة السكيور أو مشكلة تسجيل الدخول في حسابك. طبعا إذا أنت مهتم في الموضوع لا تابع الشرح للنهاية، وإن شاء الله ما تطلع إلا وأنت عارف طريقة الحل المشكلة دي. طبعا حل المشكلة دي ما لها إلا طريقة واحدة فقط، إذا أنت ناسي الإيميل الموجود بحسابك أو ما تد إذا ناسي أنت الإيميل في حسابك. مثل ما تشوفون سجل الدخول الحساب، طبعا الحساب ذا مو حسابي بس حق تجريب، أعطاني واحد بدنا نطلع كيف حل المشكلة دي. طبعا قبل ما نبدأ شرح أتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتنشر مقطع تقدر تابع. طبعا أول شيء تضغط على كلمة فورغوت باسورد اللي تحت اللي فوق زر بوت فوق زر لوجن، تضغط على يعني نشيت كلمة تستر. وإذا أنت جهازك جالكسي بس اتبع الخطوات كيف وإن شاء الله توصل مع هذا. تضغط على طبعا تضغط على نيد مور هيل اللي تحت ساند لوجن لينك. طلعت لك الصفحة ذي كذا ما يمديك ترجع حسابك. ليش؟ وش الأسباب؟ وش السبب؟ طبعا لأن حساب اللي تو حاطه ذا ما عمره طب جهاز، يعني ما عمره الحساب ذا كنت داخل فيه وانشر فيه في نفس جوالي ذا، يعني كنت استخدم في جهاز ثاني مثلا. يعني اذا انت عندك مثلا حساب ذا طلعت لك الصفحه اللي قبل شوي ما يمديك ترجع، لازم تروح ترجع الجهاز اللي قبل وتحطه فيه وتكمل معي شرح. طبعا انا راح اطبق على الشرح على حسابي ذا لانه مسجل فيه. تضغط على كلمه فورغت باسورد، تضغط على نيد مور هيلب، تطلع لك الصفحة دي. طبعا دقيقة اكيد مرة مش عارف الباسورد، بس تعطينا اسم حسابك بس اليوزر، بتضغط على كلمة نيد مور هيلب، راح تطلع لك الصفحة دي. اذا ما طلعت لك الصفحة دي حسابك ما تقدر ترجعها اصلا، ولا حد يضحك عليك يقول تفعلي ورجع حسابك وما ادري ايش، مستحيل يرجع، يعني شبه مستحيل ارجع لك. هذه الطريقه الوحيده. طبعا هنا شو تسوي؟ هنا تحط ايميل اللي كان موجود بحسابك. اذا انت ما متذكره حط اي ايميل من راسك، مثلا راح احط اي ايميل من راسي. هنا ثاني حاجه مهمه، تحط ايميل شغال عشان دعم انستغرام، ما راح ينحل الا اذا كلمت الدعم. الدعم ان شاء الله ما راح يطول يومين بالكثير وحسابك مرجعين لك، في 100K، في مليون، في رباعي، ثلاثي، ثنائي، لو حالي هم اذا اعطيتهم معلومات كامله عن حسابك، ان اخر رقم جوال حطيته في الحساب، اخر ايميل استخدمته في. واذا انت متذكر ايميل عطهم ايميل يعني تقريبا نفس الايميل اللي في حسابك، يعني يشبه، وهم راح يفهمون عليك ويعرفون ان هذا الحساب صحيح حسابك ورجعونه لك. طبعا هنا تحط ايميل شغال عشان يتواصلون معك، ما راح احطه. هنا تختار ثالث خيار، هنا تقول ثاني خيار، لا مو ثاني خيار، تختار خيار الرابع. هنا تكتب اي شيء لهم، تشرح لهم مشكلتك، وش المشكلة اللي تواجهك. اذا سكيور تقول انا تطلع لي، يعني تشرح مشكلتك مثلا، طبعا راح احط رساله لك في الوصف. كل اللي عليك تنسخها رساله راح تكون طويله، تحطها هنا وتضغط على ريكويرت سبورت. هنا راح تنتظر ثواني، يقول اي صح معطي. هنا تحط ايميل شغال، انا احط ايميل من راسي. بعدها تضغط على الخيار اللي قبل الاخير الريكوست. هنا شو تسوي؟ هنا عطوا راح يرسلوا لك رسالة على الإيميل زي كذا. طبعا أنا مصور الشاشة، هنا يرسلوا لك رسالة. شوف يقول نشكرك إنك تواصلت مع الدعم السجل. هنا شو تسوي في الحالة ذي؟ في الحالة ذي يقول لك تكتب لهم آخر إيميل استخدمته في حسابك اللي في سكيور، ولما تقدر أو اللي ما تقدر تدخل عليه. ثاني شيء
تكتب لهم اخر رقم جوال حطيت استخدمته في الحساب. ثالث شيء تحط لهم اسم مستخدم اسم مستخدم حسابك وكلمه السر، يعني مثلا يطلع لك سكيور تحط تقول هذا اسم حسابي، تحط لهم رقم حسابك وكلمه السر عشان يدخلون عليه يشوفونه سكيور يعرفون هذه مشكله تواجهك يحلونها لك. بعدها رقم واحد تضغط على ثلاث نقط اللي فوق، وبعدها تضغط انا محدد لكم بسام يعني ثاني خيار تضغط على ريبلاي يعني عشان ترد عليهم تكتب لهم بالرساله. هنا بسام تكتب تحت الانستغرام تحت تيم الانستغرام تكتب تشرح لهم المشكله باللغه الانجليزيه، مثلا تقول اي هاف بروبلم وذ ماي اكاونت اي كانت لوج ان، يعني عندي مشكله في حسابي ما اقدر ادخل عليه، وتصور لهم اشياء عشان وترفق مع اذا شرحت لهم مشكلتك وقضيت ترفق صوره معها تصور الشاشة ان يطلع لك سيكور او مشكلة تسجيل الدخول، تطلع تقول انا نسيت الايميل حسابي وتوجهني مشكلة وكذا وكذا وكذا، بعدها راح يردون عليك يعني زي كذا مثل ما تشوفون. الخطوة الرابعة تكتب لهم تحت كلام انا مش شخص خبيط، انت تكتب لهم تشرح لهم مشكلتك، طبعا اي مشكلة تواجهك تهكر حسابك انسرق تبند حسابك الا اهم شيء اذا طلعت لك الصفحة اللي قبل شوي اللي باللون الزهري اللي قبل شوي حقت مرسة الدعم، اذا طلعت لك خلاص امورك في التمام، اذا ما طلعت لك عاد هذه شبه مستحيل تقدر ترجع حسابك. بعد ما تكتب رسالة وترفق لهم صورة تضغط على خيار الخطوة الخامسة ترسل لهم رسالة. كذا كل اللي عليك تنتظر راح يردون عليك رسالة غير ذي، يمكن يعطونك رابط يقول عد اعادة كلمة السر حقت حسابك، واذا عدت رقم حطيت رقم سر جديدة يدخلك على حسابك، لما دخلك على حسابك ارجع لهم وكلم قول انا ناسي الايميل، ترسل لهم الايميل على طول، تسوي لك ايميل جديد وترسله للدعم. بعد ما ترسل للدعم تنتظر تقريبا 24 ساعة راح يغيرون الايميل الموجود في حسابك ويحطون الايميل الجديد. بعدها تجيك رسالة يقول تم تغيير الايميل حق حسابك وتروح تسجل بحساب على طول يدخلك. وضعتك مشكلة تقدر ترسل كود التحقق على ايميلك اللي مسويه يعني جديد، يعني كل معلوماتك راح تكون عندك. اتمنى ان هذا الشيء راح استفدت منه وفهمت منه، واذا ما فهمت منه راح ان شاء الله اتواصل معي في الانستغرام راح اشرح لك ان شاء الله بالتفصيل. وبس لان هذه الطريقه الوحيده لا احد يضحك عليك يقول لك ادفع لمن رجع حسابك وما الى اخره، لان كله كذب بكذب، يعني هذه الطريقه الوحيده اللي تقدر ترجع فيها حسابك وتفك فيه السكيور. اتمنى ان شرحنا لعرضك وعجبك، لا تنسى اللايك والاشتراك ونشر المقطع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.